حزن وحياة حزنك ما عرفت يتدمن علي مشتتات البال ولد لولاك سنيجة القصيدة الليلة موت الليلة آخر ليلة قل أحس مشتاق بس سلما ولا أدري أحس بي بشر مخنوق طول المنكسر بيشاق بلش ياكل بصدري الله. صح مشتاق لك بس مو وقتها علاقتنا بغرورك خربتها الله. إن غشيت بيك عيونك كبار بس عيوبك أكبر ما شفتها شو ما قل اهتمامك تبقى ذاك أنت خوش. المخنوق الوحيد جروح حاضنته لميتك بصدر الضايع العطشان إلم تعبينا ناسا وحيل جارحت ساعدك الله ما عنده بشر يسأل علي لو طاح الغارق بالصور ومن الصور شلته متأخر صحيتاني ما حد يشبه الثاني واحد نايم ومرتاح واحد قاعد يعاني الله. إذا رادوا يسألوني عليك تجاوب عيوني حرف من اسمك يذكرون لو رادوا يبتسوني الله 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 عليك كل الهلا فدوة اهلا وسهلا فدولك سيد نورت مسافات انت النور سجاد الغريب وزيد السمر حياكم الله الله حياكم الله يا مشاهدينا الكرام مسيت العافيه عليكم كل الهلا قد الهلا سجاد شو هذا حبيبي سيدي اولا شكرا لك على اللي جاي تقدمه للوسط الشعري الله يعزك بهاي الفتره والفتره السابقه انت خدمت هواي شباب اليوم احنا انا وزيد يعني خلي اوصل لك فكره اكو ناس يمكن ماخذ نظره على البرنامج برامج اللي تقدمها سيد انه هي هو برامج شبابيه قاعد عالم اي برامج شبابيه لا هو البرنامج مو شبابي هو احنا اليوم من سيد علي يجيب له شاب ويقعد هنا ويستدعيه ويخليه يقرا هاي مساعده من سيد علي يعني التفاته من عندك وانت مشكور عليها الله يعزك وجودنا هنا وجودنا هو راح نعتبر نفسنا اليوم شباب ايضا انتم داعمين للشباب وجودكم داعم وجودنا انا وزيد يمكن انا احكي بالنيابه عن اخوي السيد وجودنا هنا راح يكون هو احنا نعتبر نفسنا شباب والاهم من هذا كله هو دعما للبرنامج دعما للبرنامج دعما للبرنامج وراح نعتبر نفسنا لاول مره نطلع في برنامج الله يعزك ويسلمك الله يخليك رغبتك خلصت لو طبعك تبدل اي رغبتك خلصت لو طبعك تبدل وترجع تقول عفت بي يا بشر عفت بي يا بشر يشتاق بس مكسور مشاكل بالنفس وبجيتك تنحل هسه دعك من المقصود سجاد انا اليوم اريد ادخل قلبك تدخل انت قلبي اصلا الله يعزك ويسلمك رغباتك وين انعدمت؟ يعني انه من تلقى دائما خليني اضرب لك مثل اليوم انت من تجي تزرع لك فد مربع بالارض تزرعها اذا لقيت الارض صالحه للزراعه راح ينبت البذر صح؟ صح فانت من تجي الارض صبخه وتزرع بيها وتزرع بيها وتزرع بيها وما يطلع زرع هنا انت راح تتعب انت بذلت جهد انت بذلت تفكير تخطيط عمل هاي كل الامور انت اللي بذلتها راحت هواء نعم. يعني يعني انت يعني نثرت بالهواء يعني هذا تعبك وهذه فانت رغباتك دائما من تريد تزرعها وتخطط لها اذا ما لقيت الارض صالحه للزراعه ما راح تحققها اها زين لو فتشنا سب هاي الارض ايه الارض القديمه مو هسه قالوا سجاد هي اراضي هوايه اي شنو الاثار الواضحه اللي راح نلقاها؟ شلون؟ شنو الاثار الواضحه الباقيه؟ يعني انت تعرف دائما الانسان من يكون مجتهد يريد يقدم للمقابل فد شيء معين والمقابل ما راح يقدر هذا الشيء راح تتاذى اولا راح تعاني من ذكريات اكيد 100% من مواقف يعني خلينا نكون فطريين يعني 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 اكثر من اللازم نكون فطريين قاعد احسك رسمي ما تتكلم لا 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 هو انا بكون فطري من ارد اجاوبك اكون فطري لا والله مو رسمي بس يعني وين ما تقعد تضل تتذكر انه انت كنت في وادي وفي مساحه كانت ضيقه اريد تحاول انه توسع هاي المساحه بس ما قدرت بس في هاي المساحه يا اثر باق واضح هواي اثار ظلت أها. بس الم لا أيه. الله يرحم صباح الهلال يعني الاثار موجوده بقصائدي فقط اه أيه. اللي قريب على سجاد وسامع قصائد سجاد انا قريب عليك شاهد الله على قصائدك الله يعزك واعرف انه سجاد قلبه متعب كلش متعب يعني سيدنا انت تعرف دائما انا حتى القصائد بالفتره الاخيره اللي نزلتها الوجدانيات كانت تحس انه مكتوبه يعني لهيئه او هيكل واحد شخص واحد شو راح تسمعنا حتى نستغل الوقت ما راح اسمعك الجديد اللي من القصائد اللي انت تحبها فراح استهل الموضوعي بقصيده
انتظرتك سالفة بحلق الليالة الجايعات الحال مات بحلق كل غرقان مكتول على شم انتظرتك مثل قطرة ماي نزلت على العطاشة وطشروها اليوم مختلفة بدواك اي مو على المنصة انتظرتك مثل قطرة ماي نزلت على العطاشة وطشروها وغربوها ويبسوها بعينك وجرحون بيك الله الله انتظرتك سالفة بحلق الليالي الجايعات الحال مات بحلق كل غرقان مكتول على شم أنا طلبك الله الله. أنا الله. طلبك أنا طلبك بالمناطر عزتي وطوله ولهفتي وهيبة عيون الخذتها هدهد بحيلي هدهد بحيلي استحق منك هدهدني منين لما انك عيوني وصرت بي وغربتني الله الله انت جرحك غرساني منين لما انك عيوني وصرت بي وغربتني انت جرحك غرساني وعطشاني ويبساني دوريتك بالمكاتب البطت وتبللت باخر رساله الله الله وعاندت روحي الله عاندت روحي وخذت طبع الحمام دورت بالمكاتب دوريتك بالمكاتب البطت وتبللت باخر رساله اخر رساله وعاندت روحي وخذت طبع الحمام اش ما نزل سوق السفر تثقل متوني وش ما صعد سوق القفص تكبر عيوني اش ما نزل سوق السفر تثقل متوني الله وش ما صعد سوق القفص تكبر عيوني انا بس حبيت اقول لك مو فقر ثوب اللي بسته انا بعيون ام تاجر ليش حاير هاك شفي واشتعل بظنون قبله اللي يحني يصير زاير ليش حاير مو شرط تشعلني قمره المهم يمسح لشفك واشتعل بثني يديك الله الله هد روحك سولف الدنيا على كيفك المشتريك ادقص روحه ويشتريك واللي ساكي على جديره فوق الشفاف اللي خلت منك لياقك واختنك ثوبك عليك الله دوريتك ودورتك الله حبيبي سيدك الله الجرح بعده كما هو اليوم انا قاعد بين ساده اثنين الله يستريح الله يسعدك الله يخليك زيودي حياك الله سيدي عزيز قلبي اليوم نورتني ربي يوفقك بيهم عن طريق تعرفوا والنوب ساره وربح هسه ما يحاكوني هاي قبل كتبت لاصدقائك ايه هسه شنو موقفك منهم؟ ها قبل لا اقول لك موقفي سيد شكرا لك لان خليتني اشوف البصره الله يعزك وخليتني اشوف اخوي مبدع سجاد الغريب اخوي انت حبيبي شكرا لك واكيد متشرف بهاي الدعوه وهذا اللقاء سيد موضوع الاصدقاء هو اغلب العراقيين يعانون من عده يعني اكو خلل ما اعرفه وين فعلا الاقنعه والتلوين يعني صعب جدا تلقى صديق لذلك الله يرحم عريان يقول عندي صديق ونص الله ايه فتعبنا من هذا الموضوع لذلك من قال ورجع لك قلت شيع الدمام اشتاق بس المصلحه ترده من قالوا رجع لك قلت شيع الدمام اشتاق بس المصلحه ترده مبين من سلامه اللي عنده شغله وياك ابو العشره القصيره تنتهي بمده مبين من سلامه اللي عنده شغله وياك مبين من سلامه اللي عنده شغله وياك ابو العشره القصيره تنتهي بمده انا بسبب ربعي ايش قد نمت زعلان وش قد ما نمت وعيوني تتبدل ضموني وقلت هو الذهب مضموم قطعوني وقلت خلا قطع ورده شيل الطيبه مني ضموني وقلت هو الذهب مضموم قطعوني وقلت خلا قطع ورده شيل الطيبه مني الشيب كله يروح رد الطيبه لي الشيب هم رده الله 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 شيل الطيبه مني الله شيل الطيبه مني الشيب هم يروح كله يروح رد الطيبه لي الشيب هم رده ما ادري ايش ضيعت واسال بوجه الناس شخبار الوفا هواي انا مفتقده الله قمت انصدم شخبار الوفا هواي انا مفتقده قمت انصدم من القى خوش انسان وادم حتى الله بمصلحة عبده الله أنا كلش صلب الله الله أنا كلش صلب مرات وادم حتى الله وادم حتى الله بمصلحة الله عبده علي. أنا كلش صلب مرات بس مرات محنة والدة وطيبة بزر قعدة أنا من انعزل وابتعد مو مغرور أبو النفس العزيزة بكل وقت وحده أنا مصاحب أمي أنا مصاحب أمي ما تعرف تخون أي. علاقتنا قديمة وتقوى يومية نشازل عند هيبة ببسط ناصر خاص كلبت المعضد بكف الحرامية الله هي الناس هي الله الناس نفس الناس بس الناس وقت الشدد هي الناس مو هي وبقيت انتظر موقف من المشلين مثل أم الأسير تنتظر جيل الله عليك الله شكرا الله, الله سيد الله عليك مالك سجود مبدع على شهادتي بيك مجروح الله يعزك حبيبي شهادتي الله شكرا سيد على النعيم إن شئت ما بيت فإن رحلت فالعزالك ها
ان شاء الله انت النعيم. ولكن الدول امرك سيد. ليش دائما الطيبه تولد الشيب يا اخي؟ ليش دائما الطيب يتعب؟ المفروض العكس. ايه المفاهيم اختلفت. سجاد عمري قبل لا نوصل لفقرة البصمات أريد أسألك سؤال. ايه؟ انت من الناجين لو من ضحايا الخذلان؟ دائما اشوف هذا الطالب حلو هذا السؤال. كلش حلو هذا. اوكي هذا شايف شلون واحد مفصله تفصل عليه. اي والله يخبر انت مفصله عليه. لا انا من الضحايا صراحه. انا من ضحايا الخذلان من كل الاطراف، اصدقاء والناس اللي كانوا قريبين علي. انا انخذل كل شيء. انخذلت يا اللي حط ايدي علي. يطلع شنو اوصل لك الفكره؟ ما اريد اجرحهم عفوا. بعد هذا الخذلان شنو تخيل رح؟ تخيل انه انا عندي صديق مو بس خذلني، لا باعني. هسه بحياتك الخاصه عرفها انت مخذول، ولكن هم الاصدقاء. لا اعطيني مجال. يعني عندي صديق، خلي اوصل لك تجربتها على الطيبه. اريد اربط موضوع الطيبه. قلت ليش الطيبه دائما تاذيني؟ صح لو لا سيد؟ صح. راح اسولف لك سالفه بس اختصر لك اياها. عندي صديق مو بس صديقي، لا انا كنت اسلم نفسي اليه بذاك الوقت بالاختيالات وكل شيء. يعني اسلم نفسي اليه اقول له انا ببيتك باعني. الله اكبر. باعك ترى كلمه ترى مو سهله. مو هي باعني. تخيل من باعني وعرفت لحد الان ما مواجهه استحي منه. انا استحي منه. خسرك ما تخسره سجود في دور عليك. لا زيودي اني استحي اواجهه. اخاف يخجل منك، اخاف اجرحه شلطي من قد ما احبه. اي فاضل عبد السادة يقول قمت استحي للناس. اي بعد هذا الخذلان شو اللي راح يتغير بسجاد؟ اريدها بالبصمات، البصمه الحمراء. هذه البصمه الحمراء. اي كل واحد خذلني، كل واحد اذاني، كل واحد الطبيعي طعني وحتى طلع اسراري. اللي باعني على مود ماده، واللي باعني على مود بنيه، واللي باعني على مود مصلحه، واللي باعني على كل شيء. هاي البصمه لك. انا مو سجاد قبل، بس الجهة الثانية هسه عايش الحالي، اللي كياني، اللي مستقبلي، اللي وضعيتي، اللي استقراري، اللي حتى أصدقائي الجدد اللي هم بعيدين عن الشعر، بعيدين عن المصلحة، بعيدين عن كل شيء. هاي البصمة إلك وكل واحد خذلني. بعد على شنو راح تكمل بصمتك الحمار؟ شنو اللي راح يتغير بيك؟ على قلبك راح تبصم وتغيره؟ قلبي لا، هو مشكلة الأول يتغير القلب ما يتغير. أه. والله لأن أنت القلب مو في تمام سيارة حتى تغيره. القلب هو الله خالقه، ها، بنظام. مرات التجارب تموت القلب. لا القلب ما يموت، بالعكس ينشط. هاي التجارب اللي تقصدها تنشط القلب، لذلك انا قلبي نشيط. بعده كلش نشيط، وارجع اسعس نفسي رجع شباب. ها المعلومه هسه شيل ايدك من البصمه على مود اقول لك. اذا خلصت البصمه شيل ايدك حتى انتقل البصمه الخضراء. اي الشاعر، ونحن هسه كنا احنا شعراء الحمد لله وشكر، وكلكم مبدعين ما شاء الله. الشاعر اذا ما يتهدى ما يكتب. إذا ما يتوجع ما يكتب. إذا ما يتعور قلبه ما يكتب. اليوم إذا أنا أقول لك قلبي مات، يعني معناها أنا تخليت عن شاعريتي. إنه هو الشعر منها. كأنك مشتري الوجع مشترك. إيه طبعا. الشعر شعور ومصدر القلب. البصمة الخضراء شنو راح تكون؟ الخضراء. إي. أول شيء لأولادي. هو الأخضر. لأولادي. الله يحفظهم. الله يخليك. ذن الريتاج والسراج. رتوجة صارت بالثاني ابتدائي، وسراج حاليا صار بالش اسمه بالروضة. الله يخليك. دولة واحد من عندي، انه انا ان شاء الله راح ابقى بظهرهم، وراح اخليهم رافعي راسهم بابوهم، لان يعني فخر وكبير انه انت من تصحى للدنيا وتفتح عينك للدنيا تلقى والدك انسان محترم، انسان الى قيمته بالمجتمع، الناس تحترمه. انت كل اللي عاشرك راسه مرفوع. فدوه 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 اخوي انت. لذلك انه انا حريص على اسمي وسمعتي والشيء اللي تعبت عليه من اجل اولادي، حتى من يطلعون للدنيا يقولون انه احنا والدنا سجاد الغريب. من يقولون احنا والدنا سجاد الغريب، بذاك الوقت راح يحسون بالفخر اللي انطيتهم اياه. فانا بظهرهم حاليا وما راح اتركهم لما الله ياخذ امانته. يا رب ان شاء الله عمرك طويل حبيبي انت. قبل لا اسمع قصيده، اعتقد انت من الاشياء اللي ما تقدر تكتب عليها قصيده هم ابنائك. طبعا. يعني مرات انه تاخذ مساحه الحب اكبر مما تقدر توظفها بقصيده. صدقني حاولت اكتب لهم بس ما قدرت. صدقني هذا الحب. صدقني هذا سابقا بحلقتنا، اكو عندنا حلقه تجمعني انا وياك سابقا. نعم. برنامج رسائل
حتى قصينا يعني انتهينا انا وياك يعني من ظلت اسولف لك على رتوجه واسولف لك على سراج الله يخليك قصينا من قد ما انا كنت متاذب وقتها فما اقدر اكتب عليهم شرح السبب القصيده قل ايش رايك نلتقي اي وندفن الثار الراح اي وجرحك فوق جرحي بكفك تشده وتاخذني بلهفتك وارجع اتلقاك وطيح لك عشق وبحضنك تسنه الله الله ايش رايك نلتقي ايش رايك نلتقي وندفن الثار الراح أيه. وجرحك فوق جرحي بكفك تشد وتاخذني بلهفتك وارجع اتلقاك واطيح لك عشق وبحضنك تسنه تخجل وابتسم وتلمسك وبتشيك وتدن على صدر وراسك تلبلب ايش رايك من طفر صنام مشتاقين وباب الرجعه كافه تحاول تسنه ليش تظل وحيد وانا ظل محتار تنازل مرة شفك حاول تمده ليش تريد عيش الخاطرك متروك وزارع لك وفا وما ترجع تحصده مدري الخلل بيه وصرت ما مرغوب مدري الناس ضلت مدري الخلل بيه وصرت ما مرغوب مدري الوفا زايد خير وتبده مدري الناس ضلت تحشق النيشان تندل الجرح ما تقبل الضمده قلت لك هذا قلب قصر فوت وعيش قلت لك هذا قلب فصل وموهوب واستنقل يخدمك واترك الخردة خدت مني اللي جرحك عفت بي انسان ابو الوقفات لو واقف لك تعبده مثل حسره الطفل مثل حسره الطفل وتناوشاه الخوف وابو جو التراب وما حد يلبده هيك انتصرت كل ما اجيك مثل حسره الطفل وتناوشاه الخوف وابو جو التراب وما حد يلبده هيك انتصرت كل ما اجيك تخاف ومتشفئ لك بس ترجع ترده ظل لا تحتقدني ظل لا تحتقدني ولا تعوف المات خل قلبك نشط ويدرد من حقنا الله الله هذا الحاقد اللي ما يقبل يرجع تسوي حتى قصائد كتبنا روح لك فدوة الله يساعد جودي رائع يا بعد قلبك زيودي الله يا باب المدرسة شقد حلوة كنت انتظر شقد حلوة من كنت انتظر هي ورجعت كتبت على قبور أهلنا ندوس واتحملك مرجوح أشد لك بين قبر وقبر هسه وين بقصادك هاي قبل والله سيد مساح سجاد قال لك هو القلب هو مصدر الشعر والعاطفة أي. إيه فإحنا قلوبنا تحب إحنا ناس نحب العراق واللي يحب العراق مستحيل يكره إيه فخل نقول الحب الأول هو قلنا ما يموت وتبقى آثاره لكن أنه أنت الشخصيات تتبدل بس قلبك يبقى نفسه نعم هل بس الرجل يحب مرة واحدة شاعر بس بس الشاعر الشاعر يحب 50 مرة بس 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 لا مزاح اي لا هو الحب الاول هذا سيد هذا هسه اثبت المقوله على السجاد يحب انا اقول إيه الحب لا سيد الحب الاول مو انت تختار ما تدري اتحدى واحد بينه مثلا الحب الاول عرف هو يعني هو اختاره لا واحده بس ممكن الحب الثاني انه الحب الاول قلبك فقط الحب الثاني ممكن عقلك يتدخل بالاختيار صح ممكن اي هو قلبك راح يرف وعقلك هو اللي راح يختار لذلك ما اعرف انت شو سؤالك كان وين القى الحب الاول بقصائدك هسه؟ بكل قصائدي مجد اي بكل قصائدي ايش راح اسمع؟ زين الثاني شو تقول لي بكل قصائدي؟ لا لا الحب بكل القصائد اي بالقصيده الوطنيه موجود بالعاطفيه موجود حتى بقصائد المواقف لا سؤال واضح سؤال واضح اي لا شوي تهربتوا من الماسي نقرا قصيده انت حرجت نقرا لا ما نحرج والله انقصها على تنقص تنقص اقول ما هي كذي يا شمعتي زعل الأحباب ما هي كذي يا شمعتي زعل الأحباب من غلطة وحدة يضيع حب الطفولة للأسف أبغيك ساعة إنك تشاركني العذاب لاقيك في صعبة وتضيع بسهولة مني ونحسب الطعنات ليلية ويوميا جرح واشتاق يوميا من فارقتك تمنيت أقل النوق فارقني المثل كان عد حنية لحد الآن من اتذكرك بالليل اتلمس عيون القاها ما هي انا العايفك وانا المتشلب بيك وانا الكل شي بيا وكل شي ما بيا الله لحد الله الان من اتذكرك بالليل اتلمس عيوني القاها ما هي انا العايفك وانا المتشلب بيك وانا الكل شي بيا وكل شي ما بيا ليه اللي جنبي ما احس انهم قراب عشق الابعاد يكون في القلب سوله ماني قوي الا على حمل الثياب وفيني اعتب يا الله ماني قوي الله الله الا على حمل الثياب ماني قوي الا على حمل الثياب وفيني اعتب ياما
وما فينا نقوله هن هواي بس حاسبهن شوية يطيح لك يا لم طيح السما علي. الله عليك. أنا لو ما فراقك ما نمت زعلان ولا ذبلة خدود القبل وردية تهددني المراية تقول لي عمرك راح أصد لها بملامح وجه ما هي وروح تنتظر تحتضر صار سنين مو بالثار بس بالعشق بدوية أبغيك ماي الله وقابل الله. الله الله زين مو بالثار بس بالعشق بدوية أبغيك ماي وقابل تمرني سراب اللي أنوله بسهل ما فينا نوله رايح كأنك في الهجر عندك سباق ولما تغيب أكثر تحقق بطولة وأقول انقضت أقول انقضت بس ما ظنها مقضية أموت عليك وانت الصيح شالية الله أكبر الله أنا أول وفي أقول انقضت بس ما ظنها مقضية أموت عليك وانت الصيح شالية أنا أول وفي واستاهل من الخانش يا مستعز بالما مستعز بي أضلاني البريء الضايع المظلوم وانت الظالم الما بيك كل جاية لما أحب وأبكي من طول الغياب ما هي ضعف ذي علامات الرجولة أبغيك ساعة إنك تشارك في العذاب لاقيك في صعبة وتبغي الله الله. الله عليك الله الله هسه أنا عرفت ليش تدخن جيجاير أنا السيد ما أقدر أقاومه صراحة بدول أمرك ما أقدر أقاومه يعني السيد سيد مبدع مبدع وحتى باختلاف الألوان باختياراتك مفرداتك كلكم شعور كلكم طيب الله شكرا سيد شكرا سيد مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعيكم يا حزن وحياة حزنك ما عرفت يتدمن علي مشتتات البال ورد لولاك شنيجة قصيدة الليل أموت الليل آخر ليلة رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام مع المبدعين حبيبي عمري أخوتي لا أحبهم أنا اليوم الإعداد كترته احنا ان شاء الله خير وقاعدين بيننا الله يعزك ويسلمك سيدنا حياكم الله مره اخرى الله يحييك سيد زيد تقول والله تعبني السهر يوم اردنام الشوارع فارغه وراس الزحام ويعني ما اعرف هذا البيت مولد لك قلق وخوف القلق والخوف شيء مشروع الخوف يرتبط بالطموح القلق يرتبط انه انت دائما من تكون قلق انت منين تخاف تسعى انا خاف من الغدر أخاف من أعداء العراق أعداء الوطن هذا اللي أخاف منه أه. ما أخاف من أي إنسان يقابلني بوشي لا بس أنا أخاف من الغدر أخاف من الناس المرتشية الناس اللي دمروا البلد اللي دمروا الشباب إيش قد دولة بحياتك نسبتهم مو بحياتي دولة بالوطن كله سيد دولة بالعراق هذا بن خلدون رحمة الله عليه يقول إذا سقط النظام السياسي سقط الفن وسقط الأدب وسقط ظهر المنافقون صح. والمتجولون وإلى آخره فكل شيء مرتبط بالنظام السياسي أنا خاف من الوضع السياسي اللي ما أثر على زيد كزيد لا أثر على الشاب العراقي هذا اللي عانى منه وخاف من أده إن شاء الله يجي يوم كلمة الحق هي تكون الله يسمع عنك سيد 100% قبل لا أخذ قصيدة زيد بعدك تراقب اللي فارقتهم أراقب اللي فارقتهم هي. سيد أنا ما أحب أسلوب المراقبة يعني لكن ممكن قلبك يراقب بس أنا ألقى المراقبة بقصادك بالقصائد موجودة وبالقلب بس بالعلن لا مستحيل الكبرياء مرات يكون حاجز بينك وبين الأشياء اللي تريد تبتعد عنها وتتركها خلي نسمع قصيدة نسمع قصيدة نقرأ قصيدة المذكرة نسمع أي نسمع سيد تقول أيام كشخة ولعب والطلعة والمشي أيام كشخة ولعب والطلعة والمشي ذكرى على حايط سجن فزيت مختفية الله الله 20 عمره نمت فزيت قودوني كبران 20 عمره نمت فزيت قودوني كبران مثل الذنب ضليت حتى استحي مني اللي يلاقوني اتغير هواي الشكل الا اقول الاسم يلا يعرفوني لا يا شريط العمر الله الله اتغير هواي الشكل الا اقول الاسم يلا يعرفوني لا يا شريط العمر يا مراي تتهدي شي سوى هذا القطن على الليل متبدي الله شي سوى هذا الحزن شي يريد من عندي ايام ذاك الوقت من نصفن عليهن ابكي من باوع صور ضاحك كنت بيهن الله الله يا يما ايام ذاك الله. الوقت من نصفن عليهن ابكي من باوع صور ضاحك كنت بيهن يا يما جاي اختنق وانعصر وتبدى يا يما مثل المطر
كلها تحب البشر، بس هو لما يجي ختلون من عنده. عافوني عافوني، والمشكلة سيد شنتان شايل قلب عبد الله ما ينذبح لو كان عند حرمله. الله يا يما من فرفحت، يا يما من فرفحت، مو قصة بنية بس قمت افز الصبح وعيوني ما هي من خدوا ولف ومشوا ذبحوا نهر بي ربع الطفولة شكثر، بس هالكثر ما بقوا بيهم اكو تغيروا، بيهم ظروف الزمن خلتهم تقاطعوا، بيهم بحجة وطن بالمعركة استشهدوا. الله عليك، شكرا سيد. الله سويت من النوع اللي ما يكبر مرور الايام، يكبر مرور الناس بالمواقف، المواقف تكبر السنين ارقام سيد ما تغير. يساعدك الله سجاد، روح سجاد انت، انا بيا شغله هواي. شو يقول سجاد؟ هي يقول يقول فارقتني وقلت خلصت، فارقتني وقلت خلصت، ولازم ابدا بشوك ثاني، وبلشت افتح دفاتر واكتب اسماء العفتن، هاي جارحة وعفتها، وهاي صاحبتي شريتها وطلعتها. جميل، ايوه هاي كانت بس جميلة، تلمست وهاي كان مو بس اي لو جعت تروين واشبع، اي وحرت يا اختار من هين، ويا من ابدي ويا من اطلع قبل القصيدة. الله زين مكلين بحياتك؟ لا هي يعني هي لسان حال الشباب هسه هنالك الله يقول طبعا فعلا. لا مرات انه شوف الشباب شايف مرات اكو شخص يصير عنده قابليه يحكي ويا خمسه ويا سته ويا عشره سنه، كلش طبيعي، عنده استعداد يدخلنا بقلبه فندق، بس من يطيح له بوحده يلغي الجميع على مود من؟ على مود وحده. ما الحب الا للحبيب الاول. وبعدين شو سوى هاي الوحده؟ تعوفها شو يسوى؟ هو يضل نص الطريق، لا هو بيرجع الذني ولا يكمل الطريق بحده. شو يسوى؟ زين انت من تنخان تجرب تخون تجرب بردة الفعل؟ لا بالعكس، اليوم انت اذا تنجرح، تنجرح تمام؟ زيد يضحك ليش؟ ما ضحك زيد. وعشت الوجع مال الجرح. اي. عندك استعداد تجرح لك شخص حتى يجرب الشعور اللي انت عشته؟ مستحيل. اذا كان قلبك طيب مثل قلب زيوني. الله يعزك. هسه ممكن انا ما اقدر امدح قلبك اقول لك انا قلبي طيب. كلك طيب. فدوى الوجه. هذا الشعر ما يجي من فراغ، يجي من طيبه واخلاق وترى سجاد. اي فالناس اللي معاشرتني يمكن تعرف انه شنو سجاد وشلون يتعامل مع مشاكله وشلون يتعامل مع كل شيء يمر به، بس صدقني اللي مريت به ما اتمنى يمر على اي بشر. وكل اعرف يعني حسب قصائدك سجاد اشوف كل اللي الاشياء اللي تذكرها ما قاعد اسد الفراغ. ولا راح تسد اي شيء. هو الفراغ ترى مو بس حبيبه، مرات وطن، مرات فراغك وطن. احنا دنسولف بشكل عام، الفراغ اللي تركه لك مو بس شخص، مرات فراغ صديق، مرات فراغ حنان ام او حنان اب، او مرات اخ لك بالبيت، مرات حتى اخت. صحيح. ترى الحب مو بس انه انا فعلا عندي حبيبه وهي قاعده وهسه راح تفرح تشوفني باليوتيوب انا اسولف عنها، هي من تكون حتى انه اسولف عنها. اها ما تستحق؟ لا ما اسولف عنها قدام الناس. فهمتني لو لا؟ اكو اشياء خصوصيه من اسولف بيها، هسه من الناس انا عمري كله ما مسولف عن خصوصياتي. هاي من تكون تحسها طالع من هاي من تكون بس هي. انا اللي ارد اوصل لك اياه، هو الاذيه مو بس من الحبيبه، اكو اذيه قلت لك عادتهم وطن، اهل، اصدقاء، اخت. لأنه كله هذا كله يعتبر كل شيء، هذا ما دام تحبهم متعلق بهم يأذوك. فعلا. فهمتني؟ خلنا نسمع قصيدة. إيه. أكو قصيدة كلش أحبها، الناس هم يحبوها. كلك. ويعني حتى قالوا لي اقراها، فلازم اقراها، أنا ما قاريها بأي برنامج، نسمع. هي طالعة بمهرجان بس ما قاريها بأي برنامج. يقول كلش خايفة وطاح الندم بيها. راحت له جسد يتركها تاليها. ذبت روحها بحضنه يذبها رماد يحفر ساسها ويدفن معانيها. كلش خايفة وطاح الندم بيها، راحت لجسد يتركها تاليها. ذبت روحها بحضنه يذبها رماد يحفر ساسها ويدفن معانيها. قالوا ما تجي بس هي راح تعود، تجي تدنق الراس وحيل مجروحة، الماخذها يعرف يجرح الميت احساس، راحت مني بها ثار مفضوحة. قلت لها ترى تروحين وتردين، قلت لها ترى تروحين وتردين وروحك بالاشواق تصير مرجوحه. لا تنطين روحك للي يعذب بيك. رادك بس جسد ما رادتك روحه. الله ايش ما هانت جروحك يختلف ملقاك. قبل كانت عثوقك تنقطم لوحه.
هسه تبدل نكضل حثوق الخاص المالح تقبل يا اهلي جيلوح. الله اكبر. صار بعدين صار ابشركم اجت مسحين دبلانه. اها الله الله تعبها الخذاها وردها عطشانه شانة. راحت قمره منه وخذت نص الحيل ردت بالجروح وحيل فحطانه. الله تحبني بس ما نحى شوق العافها تحب وجع ذاك الدفر بالحافها. الله ينطمتون للميت لشوق وانا ميت بس بعيد اجتافها. باختصار عود ليش المات نترحم علي انت ترسى كافور ونشتف الهدي. اكو ناس المات بيها احساسها لازم اقرا الفاتحه بنص راسها هل بتمن الله يرد احساسي. الله اكبر. الله 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 تقبل بالله حبيبي انت. الله رائع عمرك سجاده سنت. شنو النقص اللي بداخلك او مو النقص او شنو الشيء اللي ماذيك يخلي الناس تبتعد يعني؟ واختصر لك يا سيد قال لك طيبتنا طيبتنا يقول لك بعد الطيبه ابعد يروح الشيب تجيب الطيبه تجيب الشيب وياك. صح انت ترى الشيب مو بس بالشعر قلبك يشيب وانت قلبك بشيب احساسك تتعب. ايه زيودي مولاي وصلنا للبصمه الحمراء والبصمه الخضراء. البصمه الحمراء ايه على شنو راح تبصم؟ والله سيد هواي بصمات سيد بعد ما عرف انسان على انسان ولا دن الصديج على القرايب المفاشه اللي يصير وياي بعدين وطيحن بيها والقاهم حبايب. انا ابصم اي ابصم انه مستحيل يجي يوم من الايام اصدقاء المصلحه اصدقاء اللي ما عندهم احترام لنفسهم وصداقتهم وما عندهم احترام اصلا حتى لبلدهم ومدنهم. انا ابصم انه راح ابتعد عن دول الاشخاص السلبيين اللي ممكن هو علاقة يعني علاقتك ويا ما تضيف لك قد ما تاخذ منك. فعلا انا ابصم دوله راح ابتعد عنهم. ابصم انه هذا القلب الطيب اللي سولف عنه سجاد قبل شويه سيد بالله الطيبه هواي اثرت علينا واثرتنا. احنا راح نبقى طيبين لكن طيبين مع الناس الطيبين. انا دائما اقول انا الخاسر وطن عاد اخسر انسان. الله الله فانا اللي هو اللي خسر وطنه كلش عادي يخسر هاي الناس. لا ان شاء الله ما تخسر الوطن ان شاء الله هنخسره يجي يوم ان شاء الله ان شاء الله. فابصم الاحلام ابصم انه ابتعد عن كل انسان سلبي ممكن ياثر على زيد وحياه زيد وابصم راح ابقى ايجابي ويا الناس الايجابيين وراح افديهم بروحي اكيد. شكرا سيد. البصمه الخضراء. البصمه الخضراء سيد هاي راح توديني للمنطقه الخضراء. ابصم انه مستحيل يوم من الايام زيد السامري ممكن يصافح مسؤول فاسد او مستحيل يصافح اي مسؤول او اي سياسي اذى البلد باع البلد دمر الشباب وصل هذا العراق اللي عمره 7000 سنة من الحضارة من التاريخ من الموسيقى من الفن من كل ما هو رائع وصلوه هاي الطبقة الفاسدة اللي قلت لك المنطقة الخضراء للأسف تحت أسوارها تعيش هاي الناس الخونة. أبصم مستحيل أدنارهم ومستحيل في اليوم أكون بغير جانب العراق. لذلك أنا دائما أقول للأطفال يا أطفال الوطن كبروا أو قبل ما تكبرون سمعوا الوطن مثل الصلاة لحد يقطع وخلى وصيكم الوطن مثل الصلاة لحد يقطع وخلى وصيكم وصية الرصاص يموت قدام القضية الصدق بس العراق وكل شي بالدنيا كذب. يا أطفال وخافك أحزاب بوقتكم عيب على الإنسان إذا صار بحزب ما أريد الصار بي يصير بيكم. أنا عشت في فترة صعبة شقد بكيت بيها سألوني على صاحبتي استحيت تحبني بس ما عدنا بيت تحبني بس الوطن ضيعنا بوقتها ولا حظيت بوطن دافي ولا حبيب اصلا لقيت. وانا عهدك وعهد نفسي انا راح ابقى للعراق فقط اكيد تسجل ولائي ولائي للعراق. انت قلت ما راح اصافح سياسي تمام اللي ما يصافح سياسي راح يكون للعراق لكن انا ابقى صح. طول حياتي اظل اذما بالسياسي والنعم السياسي الفاسد بس اذا سياسي اشتغل للعراق لا حامل حق والنعم تمام والنعم. اتعهد واعاهد نفسي انه انا ظل للعراق وانا وياك واحنا ان شاء الله خلينا نقول وكان لقصيده ترفض واحده حبيبي وانا ظل بصمتكم ايضا نعم منك سيد. زيد ايش راح تسمعنا؟ سيد اقرا قصيده قريتها عام 2012 امام عريان السيد خلف الله رحمه الله نيالك فخر كبير قناه العراقيه. تقول هي من البدايات طبعا بدا حبنا حكايتين وكبرا وصارا علاقه بدا حبنا احجايتين وكبرا وصارا علاقة وقمنا نخبطهن سوى عمر ويا عمرك فدوة دثرن بدفع حجاياتك وخلينا نعس واغلب أهل الكهف من نخفى على صدرك الله الله بعد الله فدوة دثرن بدفع حجاياتك وخلينا نعس واغلب أهل الكهف من نخفى على صدرك بعد صفوا يا ريدة باهبيك
ورد صم اليمنى وعلى اليسرى فرها على عناد اليرضى والما يرضى جيك الله. احنا يالحتى بوكاحتنا احنا يالحتى بوكاحتنا ترافة ضد مطر حكي الشماتة نلبس ثياب الحنين الله. وقاعدين على الشريعة وزخت الدنيا علينا وما طلعنا مبللين الله. احنا من نتلاقى روح تلاقى روح احنا شفة حاط طلعين على شفة ومن تحط ايدك بدي المستحيل يصير لعبة وحتى هذا الماي طعمه وريحته ولونه نعرفه قمنا من الكل شو ماكو نسوي دنيا ونهوى ونغني ونعوف بكل مكان نطبله بسمة ولو حسبنا سنيننا بالحب تعدت مو سنة وسنتين نحسب نسمة نسمة يلي عرفتك خير من تفائلت بيك ولقيتك صافي وتقطر محنة القساوة ما تحصل لها مكان بوجهك اللي يمطر براءه أحلى ما بينا التقينا وما تمر ببالنا كلمة وداع لا استبطيتك على سكة غريبة لا دخل بيناتنا ساعي بريد الندم متعود علينا الصبح يلقانا سوية أنا وانت المات فارقنا شبر والشوق يضربنا مثل للعاف خله ويبتعد وعجرف قعدتنا طالت والنوارس منها غارت واول اثنين انعزمنا بعيد ميلاد الورد الله 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 اول اثنين انعزمنا بعيد ميلاد الورد ممتاز. يعني احسك عذب وهذا يعني عكس هذا الضجيج اللي بحياتك البدايات هاي البدايات الشعر ما يموت لا الدليل على انه بدايتك هسه قريتها هي شعر باقي الله يا سجودي بين اشتاق لك بين ارضى راضيك بين ارضى افتهم روحي شوجعها عثر بي الحنين واشتان ساكي وفي الزن والقلج مالتش وسح أخير بالاخير اخير بيت شي يقول سجاد بيها يقول صح اشتاق لك بس ما احس بيك اها روح الرازق زائد وجه. يعني احس شلون المكابر قوه انت بالبدايه ها ملك اي هو اول شيء ضعيف بالقصيده ومشتاق له بالاخير يقول له صح اشتاق لك بس ما احس بس ما احس فيك ها فوضويه الشعر هذا المكابر وهذا التناقض اللي بداخلك والصراعات يعني لقيت لي قرار ما راح تلقى قرار ما دام انت جاي تقول صراعات وتناقض وفوضى يعني انت من تحس انه بداخلك فوضويه عارمه جدا مناسبه معكوس على كل قصائدك شلون راح تلقى قرار القرار اراد له هدوء هدوء اها فانت شلون راح تلقى قرار اذا انت فوضويه بداخلك؟ وقررت انه حياتك تبقى خلاص وهي بعد منت. يعني شوف الانسان اللي تؤمن بالصدف سجاد؟ كلش احب الصدف اني اها اي صدقني متامل انه صدفه تغير حياتك؟ ما دام موجود رب العالمين اكيد الصدف رب العالمين يخلقها مواني يرزقك بصدفه لان هو الصدفه رزق رزق فعلا. ودائما الصدف دائما تكون حلوه دائما اذا جاءت من السماء فقط يعني بقى انا ما احب الشيء اللي تخطط له ويعني جاي اقول لك عن حياتي الخاصه ما احب شيء اخطط له واسوي لا احب العفويه زين اريد اسالك سؤال قبل اخذ قصيده هذا الوجع من طرف واحد لو من طرفين وانا ما اعرف وين ادري تلقاه من طرف واحد اكيد اها لا تعرف لا انا يعني هذا الصدق أحس صدقني ما اعرف احس فيك انه تقرا الخيال حتى الشخص المقابل والله شنو موضوع انت تحسسون اثنيناتكم انتم تعرفون كل شيء عني انا ما اعرف شيء اكيد انا نعرف تفاصيلك اولا اولا يعني انا ذكرت لك قبل شويه قلت لك انا حياتي الخاصه ما اسولف بها يعني على العلن والله أنا نفس الشيء هذا جدا يعني انت جاي شو تسوي انت جاي شلون انا اسولف بقصائدك جاي تضرب وين شات وين ضربتني بقصائدي يعني فالقصائد اللي اكتبها بالدرجه الاولى للناس الناس اللي تحب من صدق الناس اللي تتوجع سمعنا الناس اللي اي قبل سمعنا ايش قلت للناس دول اللي اوجعوك خليها مسك الختام يعني اسولفها اي سولف لو تريد اجاوبك على سؤالك لا سولف براحتك ها اقراها اي اقراها ها والله خلنا نستمتع يلا تمام قل له سامحني اي شوف جي طيب اني حتى من ردت قصيده اقول سامحني الله أخي طيبين نقول سامحني غلط كانت مشاعرنا وقدرنا نطيح سامحني ترى ما تختل المجروح بيك كم كسر ما تدرون تصيح الله الله قدرنا نرد غرب والمرساينا وصور تندن منين انكض خواصرنا الله الله شلون هذا البيت قدرنا نرد غرب والمرساينا وصور تندن منين انكض الله سجل قدرنا نرد غرب والمرساينا وصور تندل منين انكض خواصرنا الله
تندل وين تلتشي. الله الله الله، ايش عجب صرنا غرب هيك وتوادعنا للاسف. وقل لي ايش بيك، شنو اللي يوجعك ولمن رجعت تحب؟ يا من بيك الحزن سير على عيونك، واذا غرب رجعنا نشب. الله 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 سجاد. غلط غلط كانت تشوف بكفك تشنب، وغلط تهوى اللي اذنك، وغلط على الفطره حبنك، غلط تتلمس غلط تتلمس جروحه وترد ندمان، وغلط تتمايز جفوف على البيبان. فارقني العيون الحبلة تملقات طلقنك. خلينا غرب خلينا غرب لا تسألوا لا ليش. الله خلينا غرب خلينا غرب لا تسألوا لا ليش. مثل خفقت هو بشباك، لا هزيت برده ولا دخلت تعيش، لا سيرت بي ولا قدرت تنساك، ولا رديتني ولا جاي حتى هواك. يا من حنيت لك صدر وقلت لك هاك أذيني، الله حط بي جرح ينشاف خل جرحك يسليني. ولا تزعل صح قلت لك غرب ونعيش متروكين، وطبع البدت خلا ثار من ترحل، والشهقة اللي بصدرك مرحلة تعديك عشق لك بشر تنحل. فارقني وجزاك الله ألف محبوب، وسامحنا على جروحك تظل بيك، وراح أسهر لك من اليوم حتى نساك وتعدي، وغير فراق وجهك ذاك ما ضل شي بعد عندي. الله 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 يا سجاد. شوف سيد التسولف، هو بداية قصيدتك سامحني، العرب النقاد العرب قبل يقول القصيدة إذا تبدأ بفعل تدل على حركة، تدل على اضطراب، على قلق، على فوضى داخل النص، تكون قصيدة كبيرة. وإذا بدأت باسم يعني الاسم ساكن تحس القصيدة تكون أبسط. لذلك سجاد بدب هذا الشيء ملموس، لذلك القصيدة كبيرة. هذا الشيء ملموس في دول قلبك. كل الهلا بيكم، قد الوقت ما حام يعني صراحة، أتمنى أكون أكثر من ساعة. ما تمل سيد والله. الله يعزك، ما حسيت بالوقت. اتمنى نكون والله احنا ما حسينا، احنا متونسين اليوم. يا رب ان شاء الله اكون اشوف الابتسامه على وجهك. احنا دوم مبتسمين، شعراء يبتسمون وينجرحون ويحبون ويصارعون. صناع الحياه، صناع الحياه ان شاء الله، صناع الحياه. نورتوا مسافات يا حبيبي التنين. حياكم الله. وكلمه اخيره لكم ولناسكم سيدنا سجود الذهب لك، ربي يوفقك. الكلمه اللي انت سيد اقدمك. الله يعزك. انا اقول حتى ما ننسى الصرح الكبير سمير صبيح، ألف رحمة الله عليه. أنا أقول أنا أقول يعني أنت خليك بمكاني الله، وشوف قلبي إيش قد يصيح. أنت خليك بمكاني وشوف قلبي إيش قد يصيح. إيش قد يصيح فرق بين يطيح شاعر والشعر كله يطيح. طحت الله. لا شي طيحك أنت، كم قلب شاعر كسرته. فرق بين يطيح شاعر والشعر كله يطيح. هذا لخالد سمير صبيح، وربي يرحمه إن شاء الله نكمل مسيرته بطريقه. كل التوفيق يا حبيبي. وانا طبعا اشكرك سيدنا، طبعا احب اوصيك انه استمر على منهجك بتفعيل دور الشباب بالوسط الشعري، يستاهلون. من خلالك ان شاء الله مسافات نافذه مهمه للشعراء. وجودنا اليوم، انا قلت لك اليوم من بدايه الحلقه قلت لك وجودنا انا وزيد، وتحدثت بالنيابه عن زيد لان اخوي وحبيبي. اليوم اعتبرنا نفسنا شباب، احنا شباب اصلا، واعتبرنا انه لاول مره نطلع ببرنامج. فمشاهدينا الحلوين الحبابين تعذرونا اذا بدر من عندنا شيء مو حلو. احنا وجودنا كان لاسعادكم، قصائدنا لترجمه مشاعركم. ان شاء الله بالايام القادمه راح يعني ننطي من وقتنا لكم، ونكتب القصائد اللي انتم تحبوها. فمن خلالكم ايضا نشكر السيد يا عزيز السيد علي على استضافتنا اليوم، على الاجواء المصراويه الحلوه. شكرا لجمهورنا، وشكرا لك ايضا. فرحان يا حبيبي، كلش فرحه كبيره بتواجدكم. يا رب ان شاء الله كل التوفيق. يا حبيبي. مشاهدينا الكرام، انتظرونا بحلقه جديده من برنامج مسافات. كونوا في امان الله.